إخوان السلام عليكم. عرف هذا الفيديو غادي يكون شوية قاسي، مي كنتمنى طبقوا الهضرة اللي كنقول لكم. ما عرفش علاش كتخليو شيء بحال هذه اللي هي فيها أزيد من 599 فيديو كيف ما كتشوفوا، وفيها نسبة تفاعل ديال الشين طايحة، نسبة لي زابوني الإخوان طايحة بزاف. واش كنشوفوا شين فيها 600 فيديو وفيها نسبة المشاهدة 3.46 ما كاملاش حتى 4K الإخوان، وكنخليو لي شين اللي غادي نستافدو منهم محتويات واعرين نحطو فيهم تنضربو تمارة باش نحطو لي فيديو الإخوان باش تستافدو لي فيديو ديال لي زانفورماسيون أو لي زانفورماتيك الإخوان واعرين كيف ما كنشوفو، وكنخليوهم كنمشيو للتفاعل. بغيت نعرف علاش كتمشيو وكتدعموا كتسيبورتيو الناس اللي كيخسروا الهضره والناس اللي مدابزين في الانترنت، الناس اللي ما عندكمش بهم كاع علاقه، ومتعرفوا بان المخاطر ديال دوك لا فيديوهات اللي كيديروا دوك الناس او المحتويات اللي كيديروا دوك الناس الا تفرجتي فيهم الخوارزميات ديال اليوتيوب كتبقى عاقله عليهم، وان فوا عطيتي التليفون ديالك لولدك ودخل اليوتيوب غادي يتفرج في داك الشيء، وغادي الولد يطلع عليك بلا ما غادي نقولوا كيفاش غادي يطلع الولد، قدرت تفلس ولدك عبر من داك الشيء اللي كتفرج فيه نتايا. المهم الاخوان كنتمنى الناس تقف راسها مزيان، توعي راسها مزيان، وتبع الفيديوهات اللي غادي تستافد منهم، فيديوهات اللي غادي تستافد منهم، ما غاديش نبقى انا نسول اي واحد. كما كنشوفوا هنايا فيديوهات، جميع الفيديوهات ديال مشاكل التليفونات، مشاكل البيسيات، بزاف 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 الاخوان، قسما بالله لا تنضربوا تماره باش نوصلوا لكم المعلومه، وكنقيلوا نسهروا الليالي والليالي والليالي باش نحطوا لكم لي فيديو كيبان لي نسبه التفاعل الاخوان طايح بزاف. اخوان كنتمنى تسيبورتيو هذه القناه، هذه كنتمنى توقفوا معاها وتعطيوها داكشي اللي تستحق، داكشي اللي تستحق الاخوان، لان هاد الشيء نادي تحلات 2017، يبوي 2017 الإخوان هاي كيف ما كتشوفوا، وكتلقى التفاعل طايح فيها، وكنشوفوا قنوات كيتفتحوا جداد ولا مجال للمقارنة. بنادم عقله سطل مجلج تابع زايدة بتختار الهضرة والتفاعل الطالين عندهم. كنتمنى الإخوان أي شيء ماشي هي هذيك بعدوا منه، بعدوا منا بعدوا منا، كنتمنى توقفوا مع هاد قناة. بارطاجي ليا الإخوان هاد الشيء نادي عند الصحاب، الناس اللي بغات تستافد مزيان، ابوناو ليا في هاد الشيء نادي. والمهم الإخوان هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.